فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الأدعية، وهذه الأدعية هي أوسع الأدعية. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سأل حسنة الآخرة، وحسنة الآخرة معروفة بأنها الجنة وجوار الرحمن سبحانه وجل في علاه، لا سيما المطلب الرئيس وهو الفردوس الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. قال: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اختلف العلماء كثير علماء التفسير في حسنة الدنيا، بعضهم قال المال، وبعضهم قال البنون، وبعضهم قال الزوجة الصالحة، وكان مجامع ذلك هو الخير. لكن الحق أن حسنة الدنيا على الإطلاق بعد دين بعد الإيمان والإسلام والعلم هي المرأة الصالحة، هذه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. ودخلت عين المسيب على ابنته فقالت: يا أبتي، قال الله جل وعلا: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الذين يقولون اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قالت: أما حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد المسيب: المرأة الصالحة للرجل الصالح، المرأة الصالحة للرجل الصالح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم، يعني إن كان في شؤم، الشؤم في ثلاث، منها المرأة والدابة وأيضا الدار. فالمرأة العلماء اتفقوا على أن الشؤم فيها صلاح المرأة، يعني اعوجاج المرأة خلقت من ضلع أعوج، لكن اعوجاج المرأة دينا هو الفساد كل الفساد والبوار كل البوار، وهذا الذي يمكن أن يودي بالمرء إلى التردي وإلى الهلاك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لذلك قال: فاصفر بذات الدين تربت يداك. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق حفصة، وكان حديث السنن تكلم عنه بعض العلماء وضعف أسانيده، لكن الحق أنه استند به، وبعض المعاصرين قد حسنه وقواه لدرجة الاحتجاج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة، فنزل جبريل بأمر من ربنا الجليل سبحانه وتعالى في علاه من فوق سبع سماوات، فأمره أن يردها. قال: إن حفصة صوامة قوامة، ردها من أجل هذه العلة، صوامة قوامة. فالمرأة الصالحة بركة، وهي التي عض المرء عليها بالنواجذ. اللهم أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث قد جاء قتادة عن عنه وعن أنس رضي الله عنه، لكن عندنا الحمد لله الحجة في ذلك أن أحمد رواه في المسند بسنده إلى شعبة، وشعبة حدث عن قتادة عن أنس بالعنعنة، لكن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث. يبقى إذن ما دمت قد وجدت شعبة في الرواية فاعلم أن عنعنة قتادة كتحديثي، قال: سمعت حدثنا أخبرنا، فالعنعنة عنده كذلك. وأيضا الحديث لم ينفرد قتادة برواية عن أنس، ولكن رواه أيضا ثابت البناني عن أنس، فالحديث كالشمس قد ثبت ولا شيء في ذلك. أيضا قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بشر العنبري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عن قتادة عن أبي العالية الرياحي. وقلنا هنا الآن ما دمت قد وجدت أن الطبقة واحدة فالمسألة هينة في مسألة العنعنة. عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الأدعية، الدعوات العظيمة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وطبعا هنا هذه الدعوات من أفضل الدعوات، لأنها فيها إقرار بتوحيد الله جل في علاه، لأن هذا هو أعظم المقصود الأسمى، كونه كله ما خلق إلا للتوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أضعف أفضل الدعاء قال: دعاء أخي ذي النون، دعاء أخي ذي النون الذي قال فيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أولا التوحيد، إفراد الله بالتوحيد، وأخيرا الإقرار بالربوبية، وأيضا بعد ذلك الإقرار بالذنب وفقر المرء لله. فلذلك قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وهنا طبعا المناسبة العظيم، العظيم في عطائه، العظيم في عفوه، العظيم في كرمه، العظيم في جوده، العظيم أيضا في حلمه سبحانه وتعالى في علاه. قال: والحليم، هذا أيضا يؤكد لك أن الله في علاه يملي ثم يملي ثم يملي، هو حليم على عباده المؤمنين، لأنهم إذا عصوا
إذا تعدوا إذا تجروا فإن الله تعالى يمهل ثم يمهل ثم يمهل للتوبة والأوبة. وإن لم يكن التوبة والأوبة فإن كانت صغيرة كفرتها العظام من الحسنات كالصلوات والصيام والعمرة للعمرة والحج إلى الحج، والصغيرة بلغت إلى التقبيل والضم وغير ذلك دون الجماع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله أقمت حدا، فسكت المسلم، ثم لما صلى المسلم قال هل السائل هنا؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. فقرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا أبو هريرة فسر قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال القبلة من اللمم، قال القبلة من اللمم. الغرض المقصود كلما أتى المرء الصغائر فإنها إلى العفو والمغفرة، والكبائر أيضا كذلك لأنها في مشيئة الله جل في علاه. فهذا من حلم الله، ممكن يقع المرء في الكبيرة التي تغضب الرب الجليل جل في علاه، ولو شاء الله لا قلب السماوات والأراضين ولا عجل بالعقوبة على أهل الأرض. قال ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله رأى حليم الغفور. ولذلك قال في أكثر أهل الأرض الذين قد أضربوا النار في الأخاديد وقد يعني قد قتلوا أولياءه، والله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم للتراخي أمهلهم حتى يتوبوا. وقال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هذه فيها دلالة على عظمة العرش، من أعظم مخلوقات الله جل وعلا والعرش. سماوات الله جل وعلا وصفها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، عظيم خلق الله جل وعلا في السماوات ظاهر، ومع ذلك السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. وابن عباس يقول الكرسي يقول السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ قال ولا يقدر عظمة العرش إلا الله سبحانه جل في علاه. ثم يقول لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. هنا ناسب أن يقدم العرش على السماوات لأن خلق العرش أعظم من خلق السماوات والأراضي، رب العرش الكريم. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم عن قتادة، وقتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، وقد صرح في بعض الروايات بالتحديث عن أبي العالية. وكما قلنا حتى لو لم نجد التصريح فإن هذا الحديث كان في طبقة واحدة، أبو العالية من طبقة التابعين وأيضا قتادة من طبقة التابعين، فيصعب أن يكون أخذه نازلا ولم يأخذه من أبي العالية. قال مسلم حدثنا محمد بن مسنة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أو قال حدثنا معاذ بن أبي هشام عن أبي هشام السوائي عن قتادة عن من؟ مش عندك؟ وعمتا هو الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ذكر الحديث الطويل. كان ممن قبلكم قد كان رجل ممن قبلكم قتل 99 نفسا ثم ذهب فسأل راهبا هل لي من توبة؟ فقال لا توبة لك، قتلت 99 نفسا تريد توبة؟ فقتله أكمل به 100 ثم ذهب إلى عالم دل على عالم فقال ومن يمنعكم من التوبة؟ اذهب الأرض كذا. الحديث الطويل المشهور جدا في هذا الباب. عامة هذا يبين أيضا سعة رحمة الله جل وعلا، رجل قتل 100 نفس وأيضا لم يغلق عليه باب التوبة، وذاك فضل الله ورحمة الله على العباد. عامة هو عن أبي الصديق، عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. الحديث أبي الصديق الناجي، فالعلماء يقولون بأن هذا الحديث قد رواه شعبة عن قتادة عن أبي الصديق، في صحيح مسلم أيضا رواية عن شعبة عن قتادة، بل الأوكد من ذلك أنه رواه شعب عن قتادة قال قتادة سمعت أبا الصديق. فإذا رواية شعبة تكفينا، وأيضا فيها التصريح بالتحديث. وقال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي حدثنا شعب الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن مجزد
قال رجل ابن عمر وقال الحديث حديث أن الله جعله يلقي كنفه أو ستره على عبد حديث المناجاة، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ثم قال سترت عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. هذا الحديث أيضا قتادة قد رواه عن صفوان بالعنعنة، ولكن البخاري حدث بهذا الحديث عن هشام السوائي عن قتادة قال حدثنا صفوان بالتصريح بالتحديث. الرواية الأخرى قال مسلم حدثنا عبد بن حميد وزهير بن حرب وفيثمة عن يونس بن محمد حدثنا سفيان عن حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بآية أو معجزة فأراهم آية بانشقاق القمر، قال ينشق القمر فانشق القمر ووجدوا الجبل بين الفلقتين، آية عظيمة جدا كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حتى أن الله صفه وصف آخر دقيق جدا في كتابه عندما قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم هم في السماء، لكن هي المسألة مسألة وجحدوا بها واستثمنتها أنفسهم ظلما وعلوما. الغرض المقصود هذه أن الآيات معجزة من المعجزات، لكن أصل المعجزة التي منح الله نبينا صلى الله عليه وسلم إياها هي القرآن العظيم المعجزة الخالدة. هنا قتادة أيضا عن أنس، ولكن في البخاري رواه البخاري بسنده عن هشام عن يونس بن محمد أيضا عن سفيان عن قتادة بأنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قد رواه الإمام مسلم بسنده عن شعبة عن قتادة، وشعبة كفانة تدليس قتادة. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود، وقال حول الإسناد حدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر وغندر وأيضا أبو داود مقرونا به، وأيضا عن يحيى بن سعيد القطان، فثلاثة يحيى ومحمد بن جعفر وغندر وأبو داود عن شعبة، وطبعا هو الثلاثة وأن كان يحيى بن سعيد القطان من أوثق الناس، لكن الحق أن الحديث غندر هو أصح الناس كتابا عن شعبة. فعن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس، وبذلك يكون قد صرح بالتحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. نختم اليوم إن شاء الله الحديث عن قتادة لننتهي منه ونتفرغ للعلل، وندخل إن أردتم بالعلل للترمذي الأسبوع القادم، وهذا نسأل الله ربنا يصلنا هذا الأمر. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وهذا فضل الله على المؤمن أنه كلما عبد الله جل في علاه وانشغل بربه جل في علاه كفاه الله كل الهموم أمور الدنيا، كما قال ابن أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، والحسنة تدر الربح كما أنها تزيد في الأجر، وذاك فضل الله يتيم يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يعمل الحسنة يعطى بها في الدنيا، ولذلك قال من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليش فليصل رحمه، فهي استجرار الرزق بسبب الرزق الأول هو الطاعة، فالطاعة تجر كل خير، فكلما كان لله أعبد كلما كان أقنع بما أعطاه الله في علاه وكان أغنى الناس وأحسن الناس. فإعطاء الرزق ليس المهم فيه الكثرة، المهم فيه البركة، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيش بركات، فالبركة أهم من الكثرة. وأما الكافر قال يعطى بها في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة لا أجر له في الآخرة، وهذا من سبب مقت الله جل في علاه، والمسألة الحكمة لأن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن أحسن في الدنيا يوفى إحسانه في الدنيا حتى لا يصل عند الله جل في علاه له حجة في شيء أو له أجر حتى يعذب ويعني يتكامل له العذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. هنا الحديث لم نجد صراحة الرواية فيها التصريح بقتادة بالتصريح بالسماع من قتادة عن أنس، غير أن ابن حبان قد رواه. احنا من أول الكتاب ذكرنا بأن رواية ابن حبان على الاتصال، تذكرون
عبود تذكر كنت في العرس امبارح بوفيه مفتوح تذكر ما تذكر محدث. قلنا الآن لم نجد حتى لا في السنن ولا في المسند وأصول الكتب بأن اقتدى صرح في هذا الحديث عن أنس. والحديث كالشمس الحمد لله رواية أخرى غير رواية قتادة، لكن احنا اشترطنا قلنا في أول الكتاب قلنا رواية ابن حبان عن قتادة أو عن الحسن أو عن غيره هي على الاتصال. ليش؟ أنت تذكر أول محدث ما تذكر وأنت محدث العصر صح؟ طيب وبعدين ليش الوهم هذا؟ جيد أنك لا تذكر، خلينا نذكر قطرب ما تذكر مصيبة الأم المصائب. طب بالذات عشان ما أموتش تذكر ما تذكر يا باشمهندس أمير الحمد لله بس هذه هات لنا بقى انتقي لنا بقى من لا يذكر عبد الله أستاذ يا باشمهندس أحمد ما تذكر ما من حقك عمال تتأخر وتلعب لي رياضة وشغال في الخد انت حد شخصية المحدث العصر بالحديد اللي بتلعبوه طبعا ولا هو ده علاج تجميلي ده ولا اسمه ايش علاج طبيعي سيب بقى العلاج الطبيعي احنا هنعالجك علاج طبيعي في المجالس يا اخويا يعني اصلا هنمشي رجليك ودماغك دماغك لو مشيت يبقى رجليك هتمشي مالكش دعوه. طيب استاذ طارق عشان متقطع خلي ابو عبد الملك في الاخر يا باشمهندس ما تذكر دكتور طبعا دكتور مع الاجابه معروفه الحديقه لها تاثير شم الرايحين والزهور بيذهب ببعض ايش ببعض التذكر الاسد الصغير تذكر ما تذكر ليش ما تذكر ما فيش حد يذكر تذكر او طب اتفضل هو هذا خلاص هو تذكر الراجل بتاع العرس اتذكر الان الدكتور بيقول لما ده لو اتجوز هيعمل ايه بس هي لسه على الرائحه والمساله رايحه في راسه عامه حق هو المسألة كلها على أن الحبان اشترط على نفسه بأنه حتى إذا وضع الحديث على المدرسين أنه يكون على السماع وهذا أصلا من حسن الظن بمن بابن حبان. طيب هذا مخرج لك هو اللي احنا بنعمل ايه بتدق عشان تسجل المخرج ده مخرج لك. قال مسلم حدثنا زهير بن حارث حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل احتجت الجنة والنار أما النار فقالت يعني لا يدخلني إلا المتكبرون. أنت بتنام لي دلوقتي يعني أنت في شغل خاص ما أنا شاء أن يمركز تركيز ذهب بعقلك ثم ركز فيه ما فيش احنا ما بنتكلمش في عوض المسائل الآن ما فيش مسائل يعني المسائل مش معضلة مركز في إيه ماشي خلينا نشوف التركيز بتاعك ده انا سالت احتجت الجنه والنار فالنار قالت يعني لا يدخلني المتكبرون والجبارون فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي والجنه قالت يعني لا يدخلني الا سخط الناس وغرهم وايضا وضعفاء الناس فقال الله تعالى انت رحمتي ارحم بك ما شاء الى اخر الحديث الطويل فيها احتجاج الجنه بالنار طبعا يحتج بها العقائد بأن الجنة تتكلم والنار تتكلم ولا يحتاج الكلام هنا لإيه؟ إلى مخرج حتى المتنطعون الذين ردوا صفة الكلام لله جل في علاه يقول الكلام لابد لهم من مخرج يبقى أنتم بقى تصفون الله جل وعلا باستغفر الله بالفم والشفايف والأسنان واللسان وهذا سوء أدب عالي مع الله جل في علاه وفيه تدخل في الغيب الله يتكلم كيف يتكلم الله أعلم كيف يتكلم الصفة قد ثبتت لأن الله جل في علاه قال وكلم الله موسى هتعمل إيش في القرآن؟ أيخاطبنا ربنا بما لا نعلم ولا نفقه وهو الذي قال إنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالغرض المقصود احتجت أنه تكلمت النار تكلمت السماء تكلمت الأرض قال أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا حجر السلام يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليها كلما مرت عليه يا اخي خطبه النبي صلى الله عليه عندما صنعوا له المنبر من صاحب الدرجه الثلاثه صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وكان هناك الجزء الذي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعوا له انين لم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الجزء بابي هو وامه فاذا هذا الكلام لا تحتاج الى المخرج لا تكون عن المساله انت اصلا ما تستطيع أن تصف لنا كيفية كلام الأرض كيف تكلمت الأرض لن يستطيع أن يصف لك هذه الكيفية كيف تكلمت السماء كيف تكلمت الجنة النار لا يستطيع
فنقول الآن أمر مخلوق أمامك لا ما غاب عنك وما تستطيع أن تبين لنا كيف تكلم، فكيف بما غاب عنك، فكيف هذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه جل في علا. مثلا هذا الحديث قتادة عن فيه عن أنس رضي الله عنه وارضاه، وقد صرح بالتحديث في صحيح مسلم في الكتاب نفسه عندما قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار إلى آخر الحديث. وقال مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام الكسوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف، وطبعا كما قلنا ما كانت الطبقة واحدة إلا من جاء الأمر، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم أن الله أمرني، النبي صلى الله عليه يقول أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، وإن الله قد قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، هو تبديل الفطر. وهذه دلالة أيضا على الحديث على تفسير الحديث العظيم كل مولود يولد على الفطرة قال الإسلام، لأنه قال خلقت عبادي حنفاء يعني يميلون إلى التوحيد عن الشرك، والميل عن التوحيد استغفر الله يميلون عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الشرك إلى التوحيد هذا هو الإسلام، أصل الإسلام هو لب التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد. هذا الحديث قتادة قد عن مطرف، ولكن هذه الرواية قد جاءت من رواية شعبة، هذا الحديث جاء من شعبة، مسلم نفسه رواه بسندي عن شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة قال قتادة سمعت مطرف، يعني عندنا المخرج من ايش من وجهين، رواية شعبة وايضا تصريح السماع من قتادة. هناك حديث اخر عن الامام مسلم بدأ وقال حدثنا محمد بن الهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره وانه لا يسمع خفق نعاله اذا انصرف. طبعا قرأ النعال يسمع الميت فيها دلالة ان الميت يسمع، فاذا يمكن ان تلقنه الشهادة، وهذا لا يحتاج به بعضهم على ان الميت يسمع، فاذا يمكن ان يذهب للمسلم يقول اشفع لي عند ربك لانه بيسمع. هذه التي جعلتنا نقول ان هذا من الشرك الاصغر ليس من الشرك الاكبر، وان كان قاطبة علماء الحجاز ليس قاطبة شيخ نباز شيخ النعزيمين وبعض علماء الحجاز ابن تيمية ايضا يقول هذا شرك اصغر ليس شرك اكبر، وعلماء الحجاز يقولون ذلك. انت خليك من الفرح اللي انت فيه اللي هو محادثة الاموات، انه يقول للميت هذا الميت يقول له اشفع لي عند ربك ادعو الله لي ان يغفر لي، علماء الحجاز قاطبة قالوا هذا ايش شرك اكبر انه قد سأل ايه الأموات. والحق أنت لو دققت النظر علميا تحقيقا هو لم يسأل أموات، هو لم يسأل له جلب نفع ودفع ضر، لأن أصل السؤال جلب نفع ودفع إيش الضر، صدق اللاجئ أن تسأل جلب نفع ودفع ضر، هو أصلا ما سأله ذلك، هو سأله أن يسأل ربه وعنده شبهة اللي هي إيه سماع الأموات. الميت يسمع، الميت يسمع وعنده مكانة لأنه شهيد أو شهيد أو رسول أو نبي أو ولي، فيقول هذا مكان، وهو أصلا إذا شفع عند ربنا لا يقبل الله شفاعته، فيدعوه أن يشفع له عند ربه، فكيف يكون شرك أكبر؟ إيش الوجه هنا في الشرك الأكبر؟ ماذا فعل؟ ما الذي أتى به بصرف عبادة من العبادات التي صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك؟ وين؟ من؟ عامة هذه شبهة عند من يتعلق بأنه يجوز أن المسألة على الجواز أن الأموات يسمعون، أن الأموات يسمعون، قال يسمع قرأ النعال في رواية يرد السلام، هذه يعني دي مسألة أخرى هي الآن، فلذلك يقولون هذا يجوز، والحق أنه لا يجوز، هو شرك لكن شرك أصغر، لأنه وسيلة للشرك الإيه؟ الأكبر، بل ونحن نقول ندين الله بأن الأموات لا يسمعون، ندين الله المحكم أن الأموات لا يسمعون إلا قرأ النعال فقط، إلا قرأ النعال فقط، إما أن يستأنس لأنه بيستأنس يعني عند الدفن فقط يسمع فقط أو عند السلام فقط، وهو لا يسمع أي شيء بعد ذلك، لأن هذا غير صار هو في 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 حيز غير الدنيا غير الآخرة البرزخ، فلا يسمع. والله جل وعلا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، قال الله جل وعلا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، المسألة محكم، يبقى إذا من في القبور لا يسمع. حتى أن عمر الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتحدث أجهزة قد بليت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ده أقره،
أقروا بما يفقه. عمر بن الخطاب لما قال أنت تحدث أجساد قد بليت أنت لا، أو قال أجساد قد لا أرواح فيها، لأن قد بليت دي هذا ما مرش عليهم المدة حتى تبلى، لكن قال أتحدث أجسادا على صليب بدر؟ أنتم معي ولا أنا بكلم بقى؟ أنا متصور أن أنتم عايشين وفاهمين. فقال له عمر بن الخطاب ذلك، فقال له سلم ما والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لي منه. هم أسمع أيضا، إنما قال يا أبا جهل يا عتبة قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيسركم أنهم كنتم قد اتبعتموني؟ هنا الندم حيث لا ينفع الندم. فالغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا عن استقرار الأمر في نفوس الصحابة أن أموت يسمعون. عمر لما قال ذلك أقره أن السلم، لكن هو بين له أن حالة خاصة لقليب باب زيادة في التقريع والتوبيخ لهم. ويبقى إذن لما يقول اسمع قرأ النعال فقط اسمع قرأ النعال، ما في شيء لا يتعدى الأمر فوق ذلك. أما مسألة أنه يكون شركة أكبر، هذا كلام من البطلان بمكان. ليش؟ لأنه أصلا ما يسأله نفعا ولا ضر. وقال مسلم حدثنا محمد، حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن هاي ومحمد بن بشار ومحمد بن سنة، أربعة في طبقة واحدة. حدثنا معاذ بن هشام عن أنس عن 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 هشام الدستوائي، قال معاذ بن هشام قال عن أبي عن قتادة عن أبي خلابة عن أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المقروض حتى ما نبحث فيه، مسألة كلها لها ثلاثة منهم من التابعين يروون عن صحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. قال في رواية وأعطاني الله جل في علاء الكنزين الأحمر والأبيض. في رواية أخرى قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي من الأرض. وهذه بشارة من الله جل في علاء تطمينا للمؤمنين، وأيضا يعني نقول إرجافا للكافرين وإزعاجا لهم، وأيضا فيها تبكيت للمنافقين، لأن المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولذلك يقول محمد يعدنا صلى الله عليه وسلم أبي وأمه يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته مطمئنا. فأما المؤمنون فماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مثلا هذه الرواية جاءت عن قتادة، وقد يعني قال علماؤنا بأن الحديث قد رواه ابن ماجه بسندي عن قتادة بالتصريح، قال سمعت أبا خلاب، قال سمعت أبا خلاب. وقال مسلم حدثنا مروان بن عبد الله أو هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام بن يحيى أو همام بن النبي أو همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن غلام للمغيرة بن شعبة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال، وهو كان في عمر أنس، فقال إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني لن يموت حتى تقوم الساعة. وهذا طبعا العلماء يقولون المقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إيش ساعتكم أنتم، لأن في رواية مسلم أضافها للقوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الغلام الصغير لا يكبر حتى تقوم الساعة، تقوم الساعة ساعة الصحابة، لأن في رواية أظهر في مسلم قال حتى تقوم ساعتكم، فأضاف الساعة لهم حتى لا يقال أن هذه كيف وقد مات هذا، مات ولم تقم الساعة. قلنا لا، لم تقم الساعة لأنه أضاف الساعة إلى القوم، إلى الصحابة رضوان الله عليه. عمتنا الحديث أيضا البخاري قد رواه بسنده عن قتادة بأنه قال حدثنا أنس بن مالك وقال الحديث. آخر حديث بفضل الله جل وعلا قال مسلم حدثنا حجاج بن شاعر عن عبد الصمد بن سعد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن عبد الله بن عتبة، كما قلنا هو يروي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال ابن مسعود أناس كانوا يعبدون أناسا من الجن، ناس من الناس من البشر من بني آدم يعبدون ناس من الجن، فلما نزلت الرسالة آمن الجن وما زال الإنس على كفرهم يعبدون الجن الذين قد آمنوا وأسلموا لله جل في علاء. لذلك قال الله جل في علاء أولئك الذين تعبدون، يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الغرض
المقصود هذا الحديث الحق أنه لم يصرح, لم نجد رواية فيها تصريح من قتادة عن قتادة بالسماع. لكن أولا الإجابة من وجوه, الوجه الأول أن هذا حديث إيش موقوف, هذا مش مرفوع, ويغتفر في الموقوفات ما لا يغتفر في إيش في الأصول. طيب, والأمر الثاني أن هذا أيضا في المتابعات والشواهد, يعني ليس أصلا من أصول مسلم حتى يؤخذ. وذلك قد ختمنا الكلام بفضل الله عن الأسانيد التي في مسلم عن الحسن صح, وعن عن أبي الزبير عن جابر وعن قتادة. فإن كان فيه في الإكمال يعني شيء سنرى إن شاء الله, والأسبوع القادم نبدأ فيه العلل. وإن كان الآية الترمذي يضم إلى علل الإمام أحمد إن شاء الله نتكلم فيه. نسأل الله العون والتثبيت, ونسأل الله تثبيت هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله في عليها أن يشكر لنا ولكم, وأن يثبتنا وإياكم على الحق, وأن يصبرنا وإياكم على الحق. ولشيخنا همة علت الثريا, فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا, فنالت من فنون الدين ريا. فذا الفقون كسقيا الماء كانا, وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.